مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة متجددة من حلقات برنامجكم إضاءات شبابية، هذا البرنامج اللي سلط الضوء على حياة الطلبة المبتعثين، يعني راح نعرف أكثر عن العادات والتقاليد اللي اكتسبوها بالإضافة إلى التخصصات اللي هم اختاروها. اليوم احنا متواجدين في أمريكا، يعني عندنا أكثر من منطقة، على سبيل المثال نورثريدج، أنهايم، لوس أنجلوس، هوليود، بافري هيلز. نسولف أكثر مع الطالب مميز من طلب المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية. خلوكم معنا مع سعود الهجمي. تعرفنا عن نفسك؟ معك الطالب سعود حمد العجمي، طالب في كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي اوف نورثريدج، والتخصص هندسه ميكانيكيه. التخصص هندسه ميكانيكيه. ممتاز. سعود، ابيك تقول لي كم صار لك سنه تدرس؟ والله حاليا في سنه التخرج ان شاء الله. ممتاز، مبروك على البركه ان شاء الله. الله يبارك. زين سعود، ابيك تسولف عن يومياتك. والله يومياتي كاي يوم للطالب، طبعا محضر الكلاسات، يداوم، ما يكون محضر بس انه يداوم الكلاسات للامانه. انا ملاحظ ان هنا بامريكا يمكن الحضور اهم يمكن من اي الدكتور اذا شافك تحضر عادي ينجحك وانت درجاتك نازله. فالحضور عندنا مهم على حسب الدكتور، في دكتور يقول لك لازم الحضور، في دكتور على حسب، تقريبا كلهم مثل الكويت يعني الدكاتره. تمام. يومياتي كأي يوميات، تقوم الصبح تحضر كلاساتك، ترد تسوي لك غداء، طبعا ما قدامك غداء اكيد، فتتغدى على حسب كلاساتك، كلاسات بالليل، كلاسات الصبح، عاد انت تتوهق بالبريك شو تسوي. زين هني ما تلاحظ ان فيه يعني نوعا ما ترتيب الجدول عندكم يكون يعني مضغوط او على حسب اللي يكون مضغوط، اللي يحتاج للمواد، ويعني الحين في كورس التخرج عندي بس اربع كلاسات. فمرتاح اداوم اربع كلاسات. هذه في وحدات ولا بس اربع كلاسات؟ اي فيها وحدات. اي انا توتال 12 وحده. اي يعني على كل ماده اربع وحدات. ثلاث وحدات. وفي بريك، يعني عندي كلاس الصبح وكلاس بالليل. تمام. فعندي بريك ست ساعات او اكثر. ف يعني ترد البيت
ترتب شغلك كذا، كنت نايم زين تقعد، واذا ما انت نايم تريح شويه. والله الويكند على حسب يعني، الويكند شوف احنا كطلبت عليه للامانه عندنا اماكن محدوده نروح تقريبا بيفرلي هيلز وبعض المجمعات وسانتا مونيكا والاشياء هذه، وفي البعض لا والله يروحون لاي مكان، وانا من الناس هذه اللي اروح يوم يعني اقضي مع الاصدقاء والشباب واطلع معهم الاماكن المعتاده، ويوم اشغل سيارتي من الصبح واروح اي مكان ابي. يعني في اماكن اكون محدد عليهم، في اماكن يعني انا من هواياتي القليله اللي هي احب القهوه، فاروح لاي مكان في يعني كافيه جديد او مكان يعني حلو مرتب. يعني مثلا سعود بالويكند انت تروح من ولايه لولايه تغير؟ لا مو من ولايه لولايه، من ولايه لولايه هذه يبي لك اكثر من ويكند. في ناس يروحون ويكند اذا عندك تروح اريزونا او سان دييغو او اماكن بسيطه، بس الاماكن البعيده حيل ما ينفع بالسياره. يعني بالنهايه عندك ويكند ويكون في عندك هوم وركات وما يمديك يا تستانس يا تسوي شغلك. فمن قريب لقريب الاماكن اللي اقول لك عنها اطلع لها بالويكند اطلع لها تكون قريبه يعني ساعه نص ساعه. هل زين سعود ابيك تسولف لي عن ايام ما كنت بالكويت والحين انت تعتبر يعني على سنوات تخرج، شنو الفرق ما بين لما كنت حياتك بالكويت وحياتك بامريكا؟ والله شوف اكيد فرق كبير، يعني انا ما حسيت فيه الا لما جيت امريكا. يعني الفرق للامانه انك تعيش حياه مختلفه بشتى الوسائل، يعني منها التفكير ومنها الحياه اللي تعيشها مع الناس. للامانه عندك المسؤوليه بالكويت غير عن المسؤوليه بامريكا. كل شيء في حياتك كل لها يعني مثل ما تقول وقت معين وقت معين، واذا ضيعت الشيء عندك المسؤوليه تتراكم وعندك الاشياء هذه. بالكويت لا، الامور يعني عاديه طيبه، عندك شيء تاخرت عليه اخوك يسويه، الوالد ما يقصر. بامريكا ممكن صديقك يساعدك، بس صديقك اليوم جنبك بكره مو وياك، فهذا الشيء اللي ممكن تغير علي. ومو بس المسؤوليه، في اشياء اكبر. مثل شنو؟ اكثر عندي الشخصيه والتفكير. يعني احس لو كنت بالكويت ما كان يعني استوعبت اشياء كثير غير عن امريكا. امريكا بالعكس تفتح ثقافات، تشوف اشياء منها الزين ومنها اللي مو زين، هو على حسب مسارك انت الشخص. زين سعود، وانت تكلمت عن الثقافات، ابيك تقول لي شنو استفدت من الثقافه الامريكيه؟ وشوف ما في ثقافه انا افضلها على الثقافه العربيه والكويتيه للامانه، او اني استفيد منها اكثر من ثقافتي. ممكن اللي هو التعامل، التوقيت، الاسلوب، الاشياء هذه ممكن اني يعني اتعلم منهم الزين. اي اكيد عندهم شيء يعني زين وشيء صحيح ما هو زين. هو شوف في كل مجتمع لازم فيه الزين وفيه الشيء. إيه؟ الثقافات هي خليط. صحيح. فالافضل ان دائما احنا نعطيهم الثقافه الزينه وبنفس الوقت ناخذ منهم الثقافه الزينه. صحيح. لكن احنا اغلب يعني الوضع اللي احنا قاعد نشوفه ان احنا ناخذ الثقافه الشينه ونطبقها. للأسف هذا هو. بس الواحد العاقل اللي يعرف مصلحة نفسه هو دائما اللي ياخذ الثقافة الزينة. واقول لك يا مو بس الثقافة الأمريكية، انت بأمريكا بكاليفورنيا خصوصا عندك عدة ثقافات. المكسيكان هنا اكثر شيء، وعندك الآسيويين يعني وعندي البرازيليين انت دامك تكلمت عن بعض الجنسيات، اكيد كان عندك مجموعة من الأصدقاء. للأمانة إيه، بس ما كانت علاقتي وياهم
عميقة جدا. بس ان شنو الاسباب اللي خلت ما تكون علاقة عميقة؟ والله كثرة القعدة مع الكويتيين لهم او الخليجيين بشكل عام اكثر من لان ما اشاركهم بهواية معينة او اني اشاركهم بس في الجامعة حدود الجامعة. انا اللي اعرف ان في كل جامعة لازم يكون في رحلات، لازم في مناسبات، انشطة، يحوشكم مثل هذا الامر؟ شوف الانشطة كانت في الرحلات في ايام اللغة، فترة اللغة كم. سنة اللغة. اما الجامعة ما كان فيها الا يعني ممكن اني اكون وياهم في جروب او اكون وياهم في عمل داخل الكلاس او بشغل الجامعة. للأمانة صادفت أكثر من شخص بالعكس. يعني إنك تذكر لي بعض القصص. تواصل شلون؟ القصص الملتقيات هذه اللي تصير بينك. إيه لا يعني تصير بالجامعة جروب بالعكس. يعني في بعضهم يكونون أن يستانسون لما يشوفونك عربي، يسألونك من أشياء، ويعني يسألونك من إنه شنو شلون الأسئلة اللي يسألونك. ان في مره واحد قال لي عطني ان غطره وعقال ابي اجرب بشوف. للامانه ما كان عندي، يعني كان عندي غطره بس من غير عقال. قلت له يعني ليش كودي بس ما في. للامانه يعني بالعكس ترى يحبون الثقافه، يحبون يعني بس اغلبهم اكتشفت ان ما عندهم خلفيه اكثر للعرب. يعني لما احنا نقول لهم احنا نسوي هالشغله ونسوي هالشغله ينصدمون. فبس إنه يشوفونا إن عندنا فلوس ونقدر نسوي أي شيء وإحنا عايشين بخير. ما يدرون إن هي للأسف صراحة إنه يعتقدون إن إحنا بس يعني مجتمع مصدر للنفط أو إن بالضبط هذا. أي أنا أي أحد بس يقول لي أوه مهندس يقول كل الكويتيين هني مهندسين ليش؟ عشان الشركات اللي عندكم. أقول تقريبا يعني هو صحيح بس إنه قاعد يقوله لا في يعني الكويت أكثر شيء أسويه. أطلع لهم فيديو عن الكويت يوتيوب يلا شوف الأشياء اللي عندي. دامك تكلمت عن الكويت أبيك تسولفي عن بعض المناسبات اللي تصير عندكم هنا، خاصة لما نتكلم عن 25-26 فبراير. شنو دوركم أنتم كطلبة؟ أشوف للأمانة بالأعياد الوطنية وخصوصا الأعياد الوطنية وأجمعها برمضان يعني خصوصا أغلب الجامعات يعني جامعتي أو الجامعات الثانية يكون في رئيس نادي كويتي وفي نادي كويتي يساعدهم بالجامعة وينظم النشاطات. خصوصا احنا جامعتنا يعني ما يقصرون الأمانة في 25-26 عندنا رئيس النادي والأعضاء يعني يتكلفون بالمادة من جيبهم الخاص يطلبون شغلات من الكويت مثل يعني تسوون انشطه داخل الجامعه مثلا؟ اي يسوون انشطه. مثل شنو تقدمون من عروض؟ للامانه انا ما اقدر اقول لك لان انا مو عضو معاهم بس انا اللي اشوفه. نعم. اي انه يسوون ملتقيات خصوصا في 25-26 يجمعونا في يوم واحد يسوون فيه. طبعا هو يكون عزيمه عشاء بس قبلها يكون في مثل تنظيم احتفاليه. والامانه حضرت واحد منهم اللي هو مال السنه اللي فاتت وكان في حضور القنصل حضور الاعضاء معه وكان سفاره تقصد؟ اعتقد الامانه ما اعرفهم شخصيا بس اي مكان كان بجامعتي. تمام. كنا حاجزين قاعه وكانت القاعه مسوين احتفاليه يعني احتفاليه. طبعا. وكان في واحد يعني كان في اكثر من بارت بالاحتفالية. عندنا بارت النشاط الأول التعريف عن الكويت وكان بعدها كلمة رئيس النادي وبعدها القنصل وبعدها عندنا فيديوهات أو رسائل من الكويت وبعدها المسابقات. كان مسابقات مادية يعني كانت الجوائز على 100 دولار. كانت مادية. شنو كانت نوعية الأسئلة اللي حاطينها؟ والله كان في الغاز. في أسئلة أكثر من الغاز هذا أكثر عن الكويت. والله انا اذكر ان لغز قالوا
ما ادري ايش كان اللغز بس جاوبت عليه انا اللي هو المسمار او شيء. وكان الامانه الجواز الماديه يعني اذكر كان في 25 و26 كان الجواز المادي عندهم على 100 و200 300 وكانوا يتبرعون حتى القنصل اعتقد حط جائزه. ابيك تكلم لي دائما تكلمت عن النشاطات هذه داخل القاعه هذه وبالاخص 26 و25 فبراير. ابي الجمهور اللي حضر فقط جمهور كويتي ولا لا في؟ لا 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 كان في سعوديين. انا حضرت ال يوم 25 26 عملوا في يوم واحد وكان في الامانه في جميع الطلبه اللي عندنا عمانيين عندنا سعوديين عندنا كتريين من الامارات بعد هذول اللي كانوا حاضرين وكان العدد كبير حتى القاعه ما شالت الامانه. انها الخز الموشى بالذهب وعروس البحر بل تاج العرب قد بناها القوم من اجدادنا فارتقت بالمجد هامات السحب. انها ليست كويتا وكفى انها بيتا وماوى ونسب. يا بلادي دمت للكون ضياء وملأت الارض شعرا وادب. سعود دم يتكلم الحين أكثر على رمضان. ما اشتكت لطبخة الوالدة؟ ما اشتكت للأهل؟ شوف أجمل بارت منكم في الغربة لأي طالب رمضان. الأمان لأن ليش؟ لأن رمضان يعني سبحان الله يجمع ما يفرق. إذا جاء رمضان تلاقي الكل يدق الكل يعزم الكل حتى في أمريكا. فعلا رمضان يعني يصادف الصيف ويصادف دوام الصيفي. ودوام الصيفي مؤلم جدا على الطالب. والله انا سمعت ما شاء الله يمكن اول شيء يمكن تجاوز حوالي 13 ساعه رمضان هنا. اي بس انه سبحان الله التعود وخصوصا طالب هو يداوم ايام العاديه قبل رمضان ما يتعود انه ياكل اكثر يعني ما يتعود انه يتغدى يتعود فتقريبا متعودين عليه. الشيء الثاني رمضان مثل ما قلت لك عندنا نجمع فيه. اللي عنده كلاسات حتى حزة الفطور ما يسوي هذا اليوم بريك يعني اللي عنده اللي يطبخ. شنو أكثر الأكلات اللي تحبها برمضان؟ والله شوف أنا أسوي برمضان يعني أنا بما محسوبك طباخ يعني أطبخ فأسوي يعني تقول شيف ماهر؟ إي يعني هم الشباب عندنا يحبون الكبسات البرية اللحم والعيش والمندي والسوالف هذه أنا زين فيها. ممتاز. عندنا بعض الشباب ما شاء الله زينين في الأشياء الطبخات البسيطة مثل الباستا الشوربة المعكرونية والأشياء هذه فحنا تقريبا يعني حوالي 10. ممتاز. اي فكل واحد يسوي وشايلين بعض اللي ما يطبخ اليوم اللي يطبخ باكر. بس شوف بالعكس هذه هي ايام ما راح تنساها في حياتك ابا. اي والله ايام ايام جدا حلوه خصوصا اي يعني حنا بيننا وبين الشباب لما نسولف عن هذا تذكرون ايام رمضان. ايش رايكم بايام رمضان؟ بس خلاص صار رمضان عندنا شيء. الله يقويكم ويعطيكم العافيه. امين.
أبيك تكلمني أكثر عن دور مكتب الثقافة تجاه الأسواق. والله شوف، يعني دور المكتب الثقافي كبير للأمانة على الطالب، ولكن ما أحصر في الكل، يعني ممكن التهاون في مساعدة البعض وساعد البعض، بما أن الطلبة ما شاء الله عددنا كبير، يعني بس إن دورهم للأمانة فعال. حصل لي موقف يعني في أيام اللغة ورحت لهم ما قصروا. أو أول سنوات الدراسة. أول يوم دراسة. ممتاز. يعني وصلت لأمريكا وما في كان استقبال. للأمانة كان أذكر الاتحاد في ذيك السنة ما استقبلني، يعني مو ما استقبلني، كان يمكن يكون ما في تعاون أو يمكن يكون ما يدرون عنك أو شيء. لا، هو شخص قال بيستقبلني للأمانة وما استقبل، فأنا عذره يعني. هو كطالب وأنا كنت طالب في المكان هذا، بس إن الشيء هذا وصلني المشكلة هذه الكلام. أنا ما ألومه الشخص. نبي نعرف المشكلة. المشكلة إني وصلت للمطار. طبعًا هذا يعني أول يوم لك. أول يوم لي في أمريكا. ما كنت أعرف شيء، وأول مرة أسافر الحالي، يعني روحي واحد صغير يعني توه رايح. العادة أغلبهم أبوهم معهم وأخوهم معهم. أنا في بعضهم يسافرون بروحهم، بس في أحد أنا كان في أحد بس اختفى فجأة. المهم وصلت المطار على العصر، ما كان في أحد يستقبلني. كان وصلت اليوم باكر عندي دوام. ممتاز. يعني ما في وقت إن حتى ترتب. ما في وقت. لا الوقت إني أروح الفندق أنام أقوم باكر أداوم. فما في أي ترتيب. أخذت تاكسي. التاكسي صاحب تاكسي كان يقول لي أن تبي أكل. قلت له لا. تبي طلع كرت للتلفون؟ قلت له هم لا، أبي بس أوصل. كان يبعد المعهد عن المطار ساعة وربع أو ساعة ونص. فوصلنا هناك. بس والله المسافة بعيدة شوي. أي المسافة بعيدة. مسافة المعهد يعني كنت بضمونة، فالمنطقة هذه تبعد بأورنج كاونتي، فتبعد ساعة ونص عن يعني المطار. يعني قاعد أتكلم على ساعة ونص. يعني برا عليه شوي. يعني شوف أنت عندك تكلفة مادية بالإضافة إلى وقت حيل طويل. أي صحيح. الأمانة كان يعني قيمة، تذكر قيمة التاكسي كان 150 دولار. أنا عطيت التب البسيط اللي كنت أشوفه يمكن 50 زيادة. فأنا كان عندي بالبوك 1500 كاش. فالوالدة قالت لي لا تحط الفلوس مع بعض وفرقهم بالجنطة، وهذا كل يوم أنت تتابعين أفلام. فأمريكا أمان. وللأمانة وصلت هناك فبعطيه حسبته. أنا حسبت على 150، قال لي أعطني أنت عندك فلوس وهذا. فحسبت على 50 زيادة. وصلت، نزلت، حطيت الجنطة الصغيرة داخل السيارة وعلى أساس ننزل الأغراض. قال لي لك شيء داخل؟ قلت له معي الجنطة. والجنطة كان فوقها البوك اللي فيه الفلوس. فالأخ الحبيب نزل البوك داخل السيارة وعطاني الجنطة. وصلت داخل، قال لي تبي شيء؟ قلت له لا، بس أبي يومين بالفندق عشان أداوم المحل. فقال لوالدي بيومين. قال يلا مع السلامة. مع السلامة ومشى على أساس إني بدفع الفلوس. ما عندي شيء، البوك مو موجود والتلفون طافي حسبي الله ونعم الوكيل. والجنطة فتحتها على قولة الوالدة، قلت ممكن حطت لي شيء. للأسف ما فيها إلا ملابس. نمت بالريسبشن ساعتين ولا يوصل لي واحد. بالصدفة سعودي ويا أهله وصل وشافني. فسأل الريسبشن قالت السالفة. نعم، أذكرت القصة كاملة لأن هي عارفة القصة. فالأمانة حجز لي يوم واحد وقمت اليوم الثاني وداومت بالمعهد. طبعًا أخذ مصيبة. ممتاز. خلينا نقول لو الله كتب وهو قاعد يشوفك الحين الأخ السعودي المحترم اللي أي. شنو تقول له؟ الأمانة أوجه له تحية. أول ما نزل لي أساسًا عبالي إن ملاك من السماء، والله العظيم إن انصدمت إن شلون هذا الشخص وصل لي. أولًا كان أول فكري عبالي إنه من الاتحاد. وكنت دايخ فترتها ما صدت أهو منه. بعدين لما شفته بالمعهد وقابلته وشكرته وأخذت رقمه وصار صديق في ذيك الفترة. بعدين هو نقل جامعة ثانية وأنا نقلت جامعة ثانية وافترقنا. أول شيء أشكرك، جزاك الله خير، والله يوفقك. وأنا أدعي لك من ذيك السنة لليوم ولي بكرة. أنا أدعي لك أكيد، والله يوفقه وما قصر. هي تبين بصراحة اللحمة الخليجية.
اي والله ما يعني صراحه الموقف هذا لا يعني ما ينسى ويشكر عليه ما ينسى واقوله في اي احد اسولف له اي اقول له الموقف هذا للامانه وادعي له والله العظيم وما في اغلى من الدعاء شوف صدقني لو مو مسوي اصلا هو بالاصل ما يطلع سعودي صحيح يعني هذا يعني صراحه هذا ديدن اهل السعوديه اي والله زين نعم. ابي اثناء هذا الحدث المكتب الثقافي ما له دور او اتحاد الطلبه ما له دور لا ما انا ما قدرت اتواصل وياهم تواصلت مع واشكر طلاب في ذيك الازمه كانوا وياي اللي هو بعد ما داومت كلمت شخص قال له عزيز والله ما اذكر اسم العائله بس هو اكيد اذا شافني راح يعرف قلت له السالفه فقال لي انا ادق لك على طلاب موجودين بالجامعه واحد والله ما اذكر اسماءهم بالضبط بس انه مضر الاسماء بس انا اعرف هم اثنين واخذوني بالسياره وراحوا لوس انجلوس الملحقيه وصلت فوق وقالوا لي قالوا لهم المشكله وانا تكلمت بالمشكله وكملت اوراقي هناك هو اول ما توصل لازم تدز اوراقك للمحقيه انا ما دزيت انا اي انا سويت اي اللي هو تشيك ان بس انك تاخذ اوراقي وصلت هناك اعطيتهم الاوراق يعطونك هناك مثل التشيك في فلوسك وتصرفها في البنك فاخذت التشيك وضيفوني عندهم لمده تقريبا اسبوعين لما حصلت سكن او ما قصروا ونمى الشباب في صعوبه انك تحصل سكن صعوبه في ذيك الفتره اي بس الحين لا انك في ذيك الفتره كنت تحت شنو القانون اللي عندهم عندهم اللي هو تحت ال 18 اللي هو ما تكمل 18 ايوه اي ولازم سي في يكون عندك مضبوط ويكون في مبلغ طبعا هذا سعود انت تتكلم لما يكون باسمك انت الايجار صح؟ اي زين هني المكتب الثقافي ما يكون له دور انه هو يكفلك او هو يكون باسمه؟ لا يكفل الاف الطلبه ما اعتقد لان لازم الطالب هو اللي يسجل المكتب الثقافي ما يكفل الطلبه لان الطالب هو اللي له الحق اساسا يسوي الشغل ماله بالسكن والسكن ما يرضى بأي جهة يعني تقريبا المحكمة الثقافية جهة حكومية للكويت ما يقبل هو شوف احنا نقدر نقول ان لكل انسان له ظروفه واحيانا يواجه صعوبات صحيح مثل هذه المواقف انت بالعكس تاخذ فيها تجربة بالاضافة الى درس سعود ابيك توجه لي قبل الختام رسالة في هذا الموضوع الطلبة المستجدين الطلبة الموجودين لا تستهين بأي نصيحة من الوالد والوالدة رغم أنك تشوفهم هم يشوفونك بنظرة وأنت تشوفهم بنظرة ثانية مثل اللي صار لي يعني بسالفة الفلوس حطها بالجنطة وهذا والحين ما شاء الله أهون من الوقت اللي أنا بتعرف فيه الحين القوائم شغالين على المستجدين يساعدونهم يودونهم فأنت يا مستجد أهم شيء تتعرف وين مكانك وطريقة المواصلات أنا ممكن جهلت الأشياء هذه أو إني ما أنا سألت فيها ولا تحط ببالك إن الشيء اللي أنت راسمه راح يصير لك 100% لأنه ممكن يتغير شوف هذا الشخص ما وصل لي المطار شوف صار فيني صحيح. عرفت لازم تحط خطة بديلة على الأقل ولازم إنه في شخص أكثر من شخص في المكان يساعدك الله يعطيك العافية ويقويك سعود واشكرك على هذا اللقاء المميز في ختام حلقتنا اتمنى من جميع الطلبة انهم استفادوا من تجربة سعود في الابتعاث شكرا لك مع السلامة
محتار أي تخصص تختار؟ تبي تخصص مناسب حق مستقبلك الوظيفي؟ نصايح الأهل والأصدقاء وايد. برنامج رؤية أكاديمية يوضح لك الصورة ويعرفك على مختلف الكليات والتخصصات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ومن خلال فقرات البرنامج راح نشوف معاكم آراء الطلبة والطالبات ونسمع طموحهم.